أعلن وزير المالية أحمد كوجك صرف 1.9 مليار جنيه كدفعة جديدة ل 560 شركة مصدرة من دعم الحكومة للمستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري. وأشار وزير المالية إلى أنه بهذه الدفعة من المبادرة يبلغ عدد الشركات المستفيدة بالمرحلة السابعة 1590 شركة بإجمالي مساندة تصديرية بنحو 13 مليار جنيه تم صرفها خلال الفترة من يونيو وحتى أغسطس. وأوضح وزير المالية أن إجمالية قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل للمصدرين منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 سيبلغ بعد الدفعة الجديدة نحو 66.9 مليار جنيه للمصدرين. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع رئيس إحدى كبريات الشركات الصينية والعالمية في قطاع النسيج والملابس الجاهزة تأسيس مجمع متكامل للغزل والنسيج والصباغة والمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر. وخلال الاجتماع أكد مسؤول الشركة الصينية أنها تستهدف ضخ 500 مليون دولار لإنشاء عدد من خطوط الإنتاج على مساحة 350 ألف متر مربع لإنتاج النسيج والملابس الجاهزة، على أن يتم تصدير 90% من إنتاج المصنع للاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري. عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير عقد لقاء مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية. استعرض اللقاء مستجدات المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية. وأكد الوزير وجود فرص استثمارية متميزة متاحة أمام المستثمرين الإماراتيين بالسوق المصري، موجها بالنظر في إمكانية استفادة المنطقة الصناعية الإماراتية الجديدة من الإعفاءات الجمركية المتاحة للمناطق المقامة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة. استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا صادرا عن الوكالة الدولية للطاقة حول توقعات استهلاك العام من الكهرباء خلال عامي 2024-2025. وأكد التقرير أنه من المتوقع أن يزداد الاستهلاك العالمي من الكهرباء بأسرع وتيرة منذ سنوات مدفوعا بموجات حر شديدة واستمرار تزايد الاعتماد على الكهرباء في جميع أنحاء العالم، حيث سيرتفع النمو المتوقع لاستهلاك الكهرباء بنسبة 4% مدفوعا بالنشاط القوي في صناعات الخدمات والقطاعات الصناعية المختلفة. عقد وزير البترول كريم بدوي جلسة مباحثات مع وفد من شركة فالكو أنرجي الأمريكية. وأوضح الوزير أن المباحثات تناولت استعراض أنشطة الشركة وخططها وبرامج عملها لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز في مناطق عملها بالصحراء الشرقية والصحراء الغربية. من جانبه أكد وفد الشركة الأمريكية أهمية مصراك منطقة واعدة لزيادة أنشطة شركة فالكو في مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية والغربية، خاصة بعد استحواذها على أصول شركة ترانس جلوب الكندية. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط بعد مكاسب الجلستين، حيث حد تأثير المخاطر المتزايدة المتعلقة بالإمدادات في الشرق الأوسط من تأثير مخاوف الطلب، والتي دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ بداية 2024 مطلع الأسبوع. وتراجعت العقود الأجل لخام برنت بنسبة 1.19% ليصل إلى 78.18 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الأجل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.84% ليصل إلى 74.55 للدولار. وكذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 45% لتصل إلى 2.34 دولار للتر. وانخفضت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.84% لتسجل 2.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع المنقضي، ما يشير إلى أن المخاوف من تدهور سوق العمل كان مبالغا فيها، وأن التحسن التدريجي في سوق العمل لا يزال قائما. وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية قد انخفضت بواقع 17,000 إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 233,000 الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض في نحو 11 شهرا. وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز تسجيل 240,000 طلب في الأسبوع الماضي. تراجعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات في انعكاس للهبوط في الأسواق الآسيوية، حيث ضغطت خسائر أسهم التكنولوجيا على المؤشر القياسي، إلا أن سلسلة من النتائج الإيجابية للشركات قد حدت من الخسائر، وهبط المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 9.1%، وتكبد مؤشر قطاع المواد الأولية وأكبر الخسائر بين القطاعات. وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا مقتفياً أثر أسهم التكنولوجيا الآسيوية. انتهت جولتنا في نشرة السادسة، وعودة من جديد إليكما إلهام وسارة. شكرا لك شروق عماد.